أهلين، اليوم سويت معكم حشوتين لسمبوسة البوف حالية ومالحة، أتمنى تعجبكم. في البداية استخدمت عجينة البوف الجاهزة من عجينة أمبينادا، طبعا تجي مجمدة وفيها 24 حبة ويجي حجم الميني والحجم الكبير. سهلة وما تاخذ وقت، بس طلعوها قبل بوقت بساعة أو ساعتين عشان تكون سهلة معكم في التشكيل. وللحشوة الأولى سويت السمبوسة الهندية، عبارة عن زيت وثوم وزنجبيل مفروم، وبعدها حطيت البصل والبطاطس المسلوق والبازيلا والورقيات اللي هو البقدونس والكزبرة. وهنا العجينة استخدمتها، حطيتها بآلة التشكيل، ممكن بيدكم أو بالشوكة تسوونها، وقليتها بالزيت الغزير، طبعا هذه مخصصة للقلي. وقدمت مع الصوص الهندي عبارة عن نعناع وكزبرة وبقدونس وزبادي وعصرة ليمون وفلفل، وبس. وبهذا الشكل خلصت سمبوستنا الهندية. وراح أسوي معكم سمبوسة حالية استخدمت فيها التفاح، طبعا عندي هنا تفاح مقطع مكعبات ومقشر، حطيت عليه عصرة ليمونة وسكر، قلبهم مع بعض وحطهم على الزبدة، وبعدها أضفت القرفة، أخليها على نار هادية. وبعدها استخدمت العجينة المخصصة للفرن، استخدمتها بالقالب حق التشكيل، وحطيت حشوة التفاح وقفلها بهذا الشكل، وحطيتها بصينية ودهنتها أما ببيض أو حليب مع رشة سكر بني ومكسرات، وحطيتها بالفرن. وهذا شكلها أول ما طلعتها من الفرن، حطيت عليها رشة سكر باودر، قدمتها مع صوص الكراميل. سهلة ولذيذة وما تاخذ وقت، وتقدرون تبتكرون بالحشوات تجربوه. عليكم بالعافية.